ممنوع تصلي إلا لما يصير عمرك 18 سنة تبلغ سن الرشد. ويا صباح الخير، رجعنا لكم بفيديو جديد. بواحد من الفيديوهات اللي مضت لما كنت في ايو وصورت عن مسلمين ايو، طلبت تفصيل اكثر عن مسلمين الصين. احكي لنا عن مسلمين الصين اكثر. واليوم جاي احكي لكم عن مسلمين الصين بس بطريقه غير كليا، لانه احنا اليوم موجودين في مكان وتجمع للمسلمين. بس نصيحه، اذا كنت جعان كثير وانت صايم هذا الفيديو لا تحضره نهائيا، لانه راح احكي عن مسلمين الصين في مكان كلياته اكل. فالجو في بعض المناطق في الصين مش مفهوم، مرة بتكون شوب مرة مطر، لأنه هي فعليا الصين جدا جدا كبيرة. خلينا نحكي عن مسلمين الصين. مسلمين الصين هم فعليا المسلمين الصينيين أصل، هم تقريبا موجودين من قبل 1000 سنة بالصين. بس اللهم إنهم المسلمين الصين هم قسمين، يعني بتحس إنه في اختلافات، قسم موالي للحكم الصيني وقسم ثاني مش موالي للحكم الصيني نهائيا. القسم الأول المسلمين هم المسلمين الإيغوير، طبعا هذول المسلمين هو المسلمين الشينجيان. من المسلمين الشينجيان بيحكوا اللغة الإيغويرية، عشان في المنطقة التركستانية في الصين. هذا القسم الأول معادي للحكومة الصينية، والحكومة الصينية مش معطيه حقوقه نهائيا بالمرة، لأنهم دائما هم بدوروا على الاستقلال عشان يعملوا الدولة التركستانية. محرومين من أبسط حقوقهم الدينية، يعني مثلا ممنوع إنه الواحد يربي لحية، ممنوع إن المرأة تلبس حجاب في بعض المناطق، وحتى الطفل عندهم ممنوع يفوت يصلي إلا لما يصير عمره 18 سنة. عشان أكون دائما على خلاف مع الحكومة الصينية، وبعض الأحيان بكون دائما في عمليات شغب في منطقة شينجيان. نحن حاليا موجودين في شنغهاي، لسه ما طلعنا من شنغهاي، بس أنا اليوم موجود في مكان بتجمع فيه المسلمين كل يوم جمعة. جميع أكل المسلمين الصيني تلقاه في هذا المكان. أنا بالأساس الله يعيني على تصوير هذا الفيديو مع الصيام عن جد. فعشان هيك بحكي لك، إذا أنت كنت صايم وجعان لا تحضر إلا بعد الفطور. نرجع نكمل، ليش القسم الأول من المسلمين بياخذون حقهم في الصين؟ السبب مش إنه مثلا والله عنصري ضد الدين الإسلامي، الفكرة إنه هاي الفئة إنهم بدهم يستقلوا، بدهم يعملوا دولة مستقلة لهم تكون دولة تركسمانية. وهم أساسا كمان أصولهم تركية، حتى تفرج على أشكالهم، أشكالهم مش صينيين، أصولهم تركية للإيغوير. لحد الآن حروف لغتهم بالأحرف العربية. طبعا بعام 1990 في شباب عملوا ثورة كبيرة، وبالأخير انتهت بالهزيمة، وتقريبا قتل منهم بالآلاف. وبعد بسنتين يعني بعام 1999 اعتقلوا 28 شخص، تهمت انهم كانوا بخطط للمظاهرات وعدموا منهم شخصين للأسف. والحكومة الصينية رافضة رفض كامل انها تخلي هاي الفئة تكون دولة مستقلة. الأكل في كل مكان، الأكل في كل مكان، آخ أنا مش قادر. نيجي للقسم الثاني من المسلمين. القسم الثاني من المسلمين اسمه الخوي، يعني هم من الإخوان المسلمين. هاي الفئة ما بتواجه أي مشاكل بالصين، وما بتواجه أي تفريق عنصري بالصين. ما في تفريق بين صيني مسلم وصيني غير مسلم مع هاي الفئة. ليش؟ لأنه باختصار هاي الفئة من المسلمين قبل تقريبا 1200 سنة كانوا مثل التجار، ووصلوا الصين وظلوا في الصين واستقروا في الصين وظلوا فيها لحد الآن، لأنهم كمان موليين للحكومة الصينية، فحتى بتعمل الحكومة الصينية على حمايتهم. فأنت راح تشوفهم كل مكان بالصين، في شنغهاي راح تشوفهم، أيوه راح تشوفهم جميع الأماكن بالصين راح تشوفهم. وهم المسلمين من القرن العاشر، مش مسلمين حديث، لا من القرن العاشر. نيهاو. اوكي انجوي. والله صايمين.
المصاف الأخيرة طلعوا إشاعات إن الحكومة الصينية ضد الإسلام، مع العلم إنه في بالصين ما يقارب أكثر من 30,000 مسجد. آخ منظر الأكل مشكلة مصيبة. أنا قاعد بحكي وريحة الأكل براسي، يعني طالع ريحة الأكل براسي والله العظيم. مش يا أخي بتستغرب في نوعية أكل يا أخي، والله أكل عربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. في هنا زي هيك شوف بتستغرب، هو برياني ولا هو بخاري؟ يعني أنت متخيل رز بخاري. السلام عليكم. وعليكم السلام. رائعين جدا. وزي ما حكيت لكم هم اساسا اختصاص الهش والنش، يعني اختصاص اللحم. لازم يكون الرجابة بالبرياني او البخاري. السوق ممنوع عشان المسلمين يجتمعوا مع بعض ويأكلوا من بعض ويتبادلوا الأكل بين بعض، بس اللي ملاحظه أنا واللي مبين الصينيين من الديانات الثانية هم اللي بيجوا بيشتروا كل الأكل هذا. وبهذا الوقت ببلشوا الناس يجوا يشتروا فطور لهم، ظل الأذان ساعة فإن شاء الله ما يسكروا، إذا ما سكروا رح نأكل الأكل الطازة، بس إذا راح يسكروا رح نشتري الأكل معنا. لانه قرب الاذان بقى تقريبا اقل من ساعه وبلش بسكر، واحنا اول شيء راح ناخذ معنا اللي هو شرايح لحم. نوع من المشاوي، يعني اللحم كثير كبيره بحطها بالسيخ وبحطها جوا شيء زي برميل الفخار بحطه جواتها بكون كلياته نار. كون اذن ربنا يتقبل صيام الجميع، اذن هم قاعدين يضبوا في الخيم تاعتهم. فاول شغله راح بلش فيها بالفطور هذا الشيء اللي جبناه، يعني لحم كثير بينحط داخل الجره وبيطال منه. رائع كثير. طبعا بيجي الشرطة بيحكوا لهم يلا اسرع زي ما انتم شايفين زي هيك. يعني لو في كمان 4-5 راح اكلهم. في كان الوسطى لسه قاعده بتسكر، فقررت اخذ كمان واحد صراحه لانه خرافي. كل الناس بلشت تاكل في الشوارع اصحاب البسطات، انا بصراحه مش قادر، يعني اخذت كمان واحد لانه طعمه عن جد خرافي كثير. وكمان حلوياتهم طبيعه الحال بتعتمد اكثر شيء على الزبيب والعناب البري. طيب بما انه صارت الدنيا مغرب وصار في هناك ازعاج وصار في ناس بتنظف وصوت حكومه وصوت عالي، فاحنا جينا نجرب الاكل هنا بمكان صافي عشان براحتنا اعبر انا براحتي على الاكل اللي موجود. اول شيء اضلاع لحمه كثير في لحمه، وبعرف اشرح لازم انا اجرب واكل مباشره، يعني غير هيك انسى الموضوع. مش صافه. كيف هيك؟ عن جد كيف بيعملوا اشي زي هيك؟ انا مش عارف. البهارات جوا اللحمة بتحس هم اختصاص في البهارات واللحم مع بعض، يعني بتحس فيه مزيج مش طبيعي. الاشي الثاني زي البرياني او زي البخاري، بس مش معروف 100% زاكي، بس حلو بتحس انه فيه سكر وكمية الزبيب اللي فيه خليته حلو بالشكل هذا. الاكل عندهم عنف عن جد عنف. وبهيك وصلنا لآخر هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا فيه وعرفتوا قدر المعلومات الكافي عن المسلمين الصين. وكمان لا تأخذوا بكل كلامي 100% لأنه هذا الكلام اللي أنا حكيته أنا قرأت عنه ونقلت مثل ما قرأت عنه وتأكدت من المعلومات، بس ما بتعرف شو ممكن يكون في معلومات صح شو ممكن في كل معلومات غلط، وما بتعرف المعلومة من وين بتيجي. فإن شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام. Shame, shame, shame.